بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما ودعه ربه وما قلى، خير خلق الله عنده ثوابا وخيرهم أملا. اللهم صل عليه وآله وصحبه والتابعين الذين ما شابوا إيمانهم دخلا ولا مالوا إلى سواه بدلا، صلاة وتسليما دائمين إلى يوم كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن عملا، البرنامج الذي نقف في كل حلقة منه مع إعمال الفكر أو إخشاع القلب أو تنشيط الذات أو تزكية النفس، وكل ذلك ننهله من معين الحبيب صلى الله عليه وسلم. هناك آية في القرآن الكريم تجعلك تتوقف كثيرا، تجيب السؤال الذي يراود فؤاد كل أب. ما من أب ما من أم إلا وهذا السؤال يراودهم. جاء القرآن فأجاب عن ذلك السؤال، إنه هم يشغل قلب الأب ويشغل قلب الأم، ماذا أصنع حتى أحفظ لأبنائي حياة كريمة، حتى أحفظ لهم حتى يكونوا بخير. جاء القرآن ليقول، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. رسالة لكل أب ولكل أم، إذا كنت تخاف على ولدك، إذا كنت تخافين على ابنتك، فخافوا الله أول، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لننتقل إلى موضوع ثاني قبل أن نعود إلى هذه الآية. الموضوع الذي نريد أن نقوله اليوم أن لكل إنسان مع الله أياما، لكل إنسان له مع الله أيام، كل إنسان كل مسلم له مع ربه سبحانه أيام يدخرها لذلك اليوم. المؤمن لا تخلو جعبته، لا تفرغ صحيفته من أيام، من أعمال عملها لله في خفاء، في حرص على أن لا تظهر لأحد ليدخرها إلى يوم القيامة. هذه الرسالة التي أرسلها لنا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم أن يكون له خبأ أو خبأ، أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. خبي لك أعمالا، خبي لك طاعات تدخرها لذلك اليوم. العباد جميعا يؤدون طاعاتهم من المؤمنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك المؤمن الذي يتعبد الله بالخفاء، لأنها مظنة الإخلاص، لأنه لا إذا ما اطلع عليه بشر ولا رآه الناس فلم ينشغل قلبه بثنائهم أو مدحهم أو قدحهم أو انتقادهم سيكون خالصا له سبحانه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. تقي له تقوى ويعملها بالخفاء، الخفي النقي. الخفي مو معنى أنه لا يظهر للناس أو أنه يتخفى عنهم، لا، معنى أن الناس لا تعلم به. فهناك تجد أحيانا في مجالس فيها 100 رجل 200 تجد 200 رجل جالس، يجلس أحدهم يدخل ويخرج لا يؤبه له، وقلبه ممتلئ بالعبادة وصحائفه ممتلئة بالطاعات. هؤلاء هم العباد الأخفياء. إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. ادخر لك أعمالا خفية، بمعنى آخر أعمالنا هذه التي نؤديها في الظاهر نحن معها على قلق، هل قبلت أو لم تقبل، لكن الأعمال الخفية الخالصة المخلصة لله
تكون لك رصيدا. فالإنسان في هذه الدنيا وأمامه من التقلبات والدوران الأيام يحتاج إلى أعمال، يحتاج إلى رصيد، حتى إذا ما احتاج في يوم من الأيام أو لا سمح الله وقع في ضيق يستطيع أن يتوسل إلى الله بذلك. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأنت في رخاء ادخل لك من العبادات التي تنفعك. إن صح التعبير أن نقول عبادات في أيام بيضاء من أجل أيام سوداء، كما يقول المصريون: القرش الأبيض ينفع لليوم الأسود، ونحن نقول العبادة البيضاء تنفع في اليوم الأسود. كلما ازددت بالخفاء وبأعمال خفية بينك وبين ربك سيكون لك رصيد تسخره الله جل جلاله المطلع عليك، ينجيك حين تتوسل إليه: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا فآمنا، إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يتوسلون بصوالح أعمالهم. أهل الغار الذين انطبقت عليهم صخرة الغار خرجوا لأنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. وما تحتاجه أنت اليوم هو مرتبط بالبداية، الكلام ببداية الآية. قلنا إن الآباء شغلهم الشاغل هو الخوف على أبنائهم، والله دعاك فقال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا ما أكثرت من خبايا الأعمال الصالحات فتستطيع ادخارها لإصلاح أولادك، يعني تعمل الطاعات بنية صلاح الولد. هل تعلم أن هذا الأمر كان حاضرا عند الصالحين، عند أهل الذوق، عند العارفين، عند المؤمنين؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز قالوا له رضي الله عنه: ماذا تركت لأهلك؟ قال: ادخرت مالي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. ادخرت مالي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. الفضيل بن عياض كان يقيم الليل من كبار العارفين والصالحين، كان يقول: يا بني والله إني لأقوم الليل من أجلك. يصلي بالليل، يقيم الليل بالذكر والدعاء والقرآن والخشوع والبكاء والتضرع من أجل أن ينصلح ولده، وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء السري يظهر في الأبناء، لهذا قالوا إن الولد على سر أبيه. الأب الذي له سريرة طيبة طاهرة نقية ستنشأ النشأة، تنشأ نشأة حسنة. فكلما زدت بالأعمال الصالحات الخبايا ستدفع عنك البلايا، سواء دفعتها عن أبنائك أو دفعها أبنائك عن آبائهم. يروي أحد الأطباء في مستشفى قال: تعرض رجل إلى مرض ورقد في المستشفى فدخل في غيبوبة. قال: ومعه زوجته وولده، ولكني وجدت أمرا غريبا. وجدت أن هذه الزوجة وولدها يخرجون كل يوم بعد الظهر إلى مكان قريب ثم يعودون. قال: وبعد 12 ليلة استفاق الرجل من غيبوبته، وكنا نظن ونحن أطباء أن الغيبوبة ستستمر أسابيع أو أشهر. قال: فإذا به بعدما أفاق هذا المريض وفرح الناس به سألهم الطبيب، قال: أين كنتم تذهبان؟ الزوجة والولد، أين كنتم تذهبان؟ تتركون هذا الأب وتذهبان؟ قالت الزوجة: كنا في كل يوم نجمع ما لدينا من مال ونذهب إلى الحارة المجاورة، الحارات الفقيرة المجاورة، بيوت فقراء، فنذهب هناك ونتصدق بما لدينا من مال، ونرجو الله بصدقتنا هذه أن يفيق الأب، أن يفيق مريضنا من غيبوبته. واستمر على هذا الحال كل يوم كل يوم حتى أفاق الأب من غيبوبته التي كادت أن تكون طويلة لولا أن خبايا الأعمال تدخلت. خبايا الأعمال لها منزلة عند الله، لها جاه عند الله. العمل الصالح الخفي له جاه عند الله، تستطيع أن تقدمه بين يدي الله، أن تشفع إلى الله به، أن تشفع لنفسك به. فإذا ما وقع الإنسان في ضيق، بعض الناس أحدهم يقول: ركبت في مصعد فتعطل المصعد وكدنا أن نختنق، إذ في ذلك الوقت لم يكن هناك عامل قريب ولا صاحب صيانة
ولا أحد يعلم بنا وانقطعت الكهرباء. قال فاختنق الأمر علينا ظلمة وضيقا وهذه. قال فقلت لهم ليس لنا إلا أن نفعل كما فعل أهل الغار وليدعو كل منا بصالح عمله. فقال فدعونا بصالح عملنا فإذا بالأمور تتيسر وخرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى. الذي نريد أن نقوله اليوم يا كرام، من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. ادخر لك من الأعمال لنفسك، لآخرتك، لولدك، لصلاح حالك. قدم بين يديه سبحانه وتعالى من الأعمال حتى تسأله بها سبحانه وتعالى. قل يا رب أنا عبدك فلان، أنا الذي فعلت كذا وكذا من أجلك، من أجل وجهك الكريم سبحانك، ففرج عني ما أنا فيه. أسأل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة بها إليك تهدينا، ومنك تدنينا، ومن صافي الحب تسقينا، وبها تعفو عنا وتعافينا دنيا وأخرى ودينا، وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.